سنة من بناس، نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناة مع فيديو جديدة. كما راكم تشوفوا اليوم رانا ماشيين نعملوا هاد المملحات اللي يجيو بزاف بنان خفاف وكذلك بطريقة جد بسيطة. وبلا ما نطول عليكم البنات، نمروا مباشرة لطريقة التحضير. ونبداو بالحشوة تاعنا باش تبرد لنا، وفي مقلاة نعملو شوية تاع الزيت. نحتاجو كذلك حبة بصل كبيرة اللي كنت قطعتها قطع صغيرة بهذا الشكل، ونحتاجو كذلك حبة فلفل أخضر ولا أحمر اللي متوفر عندكم، وحتى هو نقطعوه بهذا الشكل. نقليو مليح هذاك البصل والفلفل في هذاك الزيت حتى ليدبالو لنا، ونعاودو نضيفو التوابل. وهنا البنات نطفات لي الكاميرا وما صورت لكمش المقطع تاع التوابل، بصح البنات دوك نوري لكم التوابل اللي استعملتهم. وهنا نضيفو نصف صدر الدجاج اللي كنت قطعته بهذا الشكل، وهادو هما البنات التوابل اللي استعملتهم في الاول. عندي نصف ملعقة صغيرة من توابل الدجاج، نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاحمر، نصف ملعقة صغيرة من الثوم بودرة، والقليل من الملح، والقليل من الفلفل الاسود. وهنا راني ماشية نزيد نصف ملعقة صغيرة من الهريسة الحارة، وكذلك نصف ملعقة من الخردل ولا لاموطاد. البنات هاد المكونين اختياريين، الا ما تحبوهمش ما تضيفوهمش. ونضيفو كذلك ملعقة كبيرة من المعدنوس، ونخلطو مليح هذيك المكونات كامل، ونخليو هذاك الصدر تاع الدجاج تاعنا حتى ليطيب وينشف لنا كامل هذوك السوائل، ونعاودو نمرو لطريقة تاع تشكيل المملحات. ولهاد الوصفه البنات نحتاجو الخبز تاع التورتيا ولا الخبز تاع الطاكوس اللي يجي بهذا الشكل، ونحتاجو كذلك اون بورت بياس اللي يكون دائري. ولا البنات ما توفرش عندكم تنجمو تستعملو فقط كاس وتقطعو به هذا الخبز. والبنات هاد البقايا تاع الخبز نحتفظوا بهم في الثلاجة ولا في المجمد، نخدموا بهم سلطة سيزار ولا لا شابلور.
نبداو نعمرو هذاك الخبز تاعنا ونوضعوه في الصينيه ولا في الطبق اللي راه ماشي يدخل لنا مباشره للفرن، ونكملوه كامل الكميه اللي عندنا بنفس الطريقه ونعاودو نوليو. ونزيدو شويه تاع الجبن المبشور من الفوق وندخلو البنات المملحات تاعنا للفرن اللي كنت سخنتو من قبل على 180 درجه، فقط يذوب لنا هذاك الجبن ويتحمر لنا شويه ونعاودو نخرجوهم. وهما دو لي ميني شاورما ولا المملحات تاع اليوم راهم واجدين. نتمنى الوصفه تاع اليوم تكون نالت الاعجاب تاعكم. ما تنساوش الاعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس الى عجبكم محتوى القناه، والى الوصفه القادمه ان شاء الله.